2017 بكده. خازوق ليه؟ ايه ليه؟ كانت ماشيه بتحض في بيض ملهاش وصف يعني الصراحه، بس الحمد لله احنا بنخلص منها النهارده 31 يعني الحمد لله. والله الواحد عايز يقلد محمد هنيدي في فيلم جانب بني التالي مع احد المواطنين. هابي نيو يير. ايه هابي نيو يير يا عم، روح اشتريها من اجز خانه. السنه الوحيده اللي ملهاش راي يعني ولا ملهاش تعليق يعني، عدت على كل الناس انا وغيري على البلد كلها، على اقرب الناس وعلى ابعد الناس يعني، هي ملهاش وصف. سنه زي الفل. ايه يا عم الياس اللي انت عايش فيه ده؟ كانت سنه حلوه عشان عرفت واحده بس. الوجه اللي عامل، لا البلد مش عاجبني حالها بصراحه. امير مش عاجبني يا ام امير. اصفها لكم بكلمه، سنه سوده هي 2019 صراحه، ما كانتش ولا بد. فنتمنى ان شاء الله 2018 تبقى احسن ان شاء الله. طب لو حابب توصفها في كلمه واحده، سنه ايه؟ 2017 مش باين لها ملامح. 2017 صعود مصر كاس العالم. ده بالنسبه لك اهم حدث فيها؟ ده اهم حدث فيها يعني، ما فرحناش غير في السنه دي، في اللحظه دي بالذات. 2017 ده يا ريت ما نشوفوش اللي شفناه في 2017 تاني، من ارهاب ومن اغتيالات. ده سنه كبيسه على المصريين كلها. يوصف 2017 احلى حاجه حصلت ان مصر دخلت كاس العالم. لو توصفها بقى بكلمه. لو اوصفها بكلمه، الدنيا ماشيه عادي يعني. وأحلى حاجة برضه حصلت اللي أنا يعني 2017 أنا كنت خاطب، 2018 منتظرة عشان هتجوز وكده. بس سنة سعيدة يعني على المصريين.